عشان كده هي حلقة مهمة، هناك 5 عناوين رئيسية فيها. السيمفونية التاسعة للأهلي، وليد سليمان درة على تاج الموهوبين، قبلة على الرأس تعيد السيناريوهات المفضوحة، الزعيم يسعى للوصل، وأخيرا جمال عبد العظيم السلطان الحائر. محتوى إن شاء الله تستمتعوا به، وبإذن الله يزيل الكثير من بعض علامات القلق اللي انتابت الجماهير بعد التأهل الرائع للأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ليجد نفسه في مواجهة الترجي.